الكثير منكم جاء الفضول وربما حاول أن يفهم عن ماذا كانت تريد السيدة التي صنعت الحدث ليلة أمس بملعب قطر بعد نهاية المباراة التي جمعت بين الجزائر وإيران من لاعب الخضر رياض بن عيادة، وأخبرته بأنه تريد التحدث معها، لكن لم يمنحها الفرصة رياض بن عيادة، وهي كانت تريد أن يمنحها قميصه فقط، حيث كان قد وعد صديقا له مقيما في قطر بمنحه قميص المباراة. وإضافة عن ذلك، يوسف بليلي ذهب إليها وشكرها على تشجيعها.